السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي تعرفوا معايا الطريقة ديال الحساب المعدل ديالك بلا ما تنتظر النتائج. إذا كنت عارف راسك بأنك جاوبتي واحد القدر في الامتحان الإقليمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي أو للامتحان الجهوي بالنسبة للتلميذات وتلاميذ الثالثة إعدادي، غادي تعرف تحسب المعدل ديالك بلا ما تنتظر النتائج. إذن مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذن هنا كاين واحد المذكرة أرسلتها الوزارة، وهي مذكرة صادرة عن المركز الوطني لتقويم الامتحانات في شأن حساب معدل النقط لنيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة نهاية السلك الإعدادي. إذن كما كنعرفوا بأنه هذا العام تلغاو الامتحانات المحلية، لا بالنسبة للتعليم الابتدائي وكذلك بالنسبة للسنة الثالثة من سلك الإعدادي، يعني في إطار الإجراءات الاحترازية لحد من انتشار فيروس كوفيد 19. هذا الشيء اللي خلى واحد الغموض، كيفاش غادي تحسب المعدل العام، يعني معدل النجاح كيفاش غادي تحسب، لا بالنسبه للسادس ابتدائي ولا بالنسبه للسلك الاعدادي. كل شيء كان كيفسر الامور على الفكر ديالو، يعني كاين كيقول لك مثلا 75 المراقبه مستمره، 25 بالنسبه للامتحان الاقليمي بالنسبه للسادس، كاين اللي كيقول غادي يحسبوا 40% 60% الى غير ذلك. اذا هذه كانت التفسيرات المحتمله، واليوم المركز الوطني لتقويم الامتحانات عطى المذكره والامور اللي خصها تطبق بالحذافير ديالها باش نعرفوا المعدل النهائي. اذا نبداو بالنسبه لتلاميذ السنه السادسه ابتدائي. اذا بالنسبه لشهاده الدروس الابتدائيه السنه السادسه من التعليم الابتدائي، عندنا اولا مكون المراقبه المستمره فيها 75%، ومكون الامتحان يعني امتحان الموحد الاقليمي 25%. يعني هنا باينه بالنسبه للتلاميذ ديال السادس ابتدائي المراقبه المستمره هي اللي غادي تكون الاساس باش تنجحوا ان شاء الله. يعني 75% ديال المراقبه المستمره وفقط 25% ديال الموحد الاقليمي. انا نعطيكم مثال بسيط. اذا عندنا فاطمه تلميذه في المستوى السادس ابتدائي حصلت على معدل 6.25 في الدوره الاولى، وعلى معدل 6.77 في الدوره الثانيه، وفي الامتحان الاقليمي حصلت على 6.08. اذا ما هو المعدل السنوي الذي ستحصل عليه فاطمه؟ اذا لمعرفه المعدل السنوي سنجمع نقاط كل من المراقبه المستمره الاولى والمراقبه المستمره الثانيه زائد الامتحان الموحد الاقليمي ونقسمه على 3. اذا حنايا غادي نعتبروا بحال عندنا يعني 30 30 30، بحال المراقبه المستمره 35 35% يعني هي 70% ياك، وبالنسبه للامتحان الاقليمي 30%. صافي حنا اعتبرنا بحال هيدا، غادي تجي بحال هيدا، غادي نجمعوا المراقبه المستمره الاولى زائد الثانيه زائد الامتحان الاقليمي ونقسموه على 3 هي 6.36. اذا فاطمه غادي تحصل على معدل سنوي يقدر ب 6.36. هذه بالنسبه للابتدائي. نمروا الان الى تلاميذ السنه الثالثه اعدادي، شهاده نهايه السلك الاعدادي السنه الثالثه من التعليم الثانوي الاعدادي. اذا اولا مكون المراقبه المستمره 50%، وثانيا مكون الامتحان الموحد الجهوي 50%. اذا هنايا مراقبة مستمرة 50% والامتحان الجهوي 50%، يعني انك غادي تجمع المراقبة المستمرة الأولى زائد الثانية وتقسمها على جوج، ومن بعد غادي الشيء اللي خرج لك غادي تزيدو على الامتحان الجهوي وتقسم على جوج. هذيك هي النقطة. نعطيكم مثال. إذا مثال، رضا تلميذ يدرس في الثالثة إعدادي حصل على معدل 12.25 في الدورة الأولى، وعلى معدل 13.37 في الدورة الثانية، وفي الامتحان الجهوي الموحد حصل على 14.18. إذا ما هو المعدل السنوي الذي سيحصل عليه رضا؟ إذا المعدل، أو لمعرفة المعدل السنوي سنجمع ماذا؟ سنجمع أولا نقطة الدورة الأولى والثانية ونقسم المجموع على 2، ثم نجمع ما حصلنا عليه مع نقطة الامتحان الموحد ونقسم على 2. داكشي اللي غندير. هي نقطة الدورة الأولى زائد نقطة الدورة الثانية ونقسمو على جوج، هذه هي نقطة المراقبة المستمرة اللي كتمثل ماذا؟ 50% حسب البلاغ. إذا وبالنسبة للامتحان الجهوي كيمثل 50% أخرى. إذا غنجمعو هذه زائد الامتحان الجهوي. إذا 12.81 هي المراقبة المستمرة اللي كتمثل 50%، و 14.18 هو الامتحان الموحد الجهوي اللي كيمثل كذلك 50%. إذا كنجمعهم كنقسمهم على جوج، هذه هي النقطة اللي غادي يحصل عليها رضا، يعني المعدل السنوي ديال النجاح في الثالثة إعدادي. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.